نجد تراب الأقصى هبيت وبوجه العدو قفت وما اهتزيت. نجد ترابة ولجل شعبة ولجد حجار البيت مثل إعصار وريح غبار مثل نسر غاضب طليت. أبو مشعل أبو مشعل الله يحميه. يا رافع رصنا عالي يا نسر محل أعالي. يا رافع رصنا عالي يا نسر محل أعالي. يا هيك تكون المراجل يا ما تكون المرجالي. أبو مشعل أبو مشعل فارس زين الرجالي. دخول المسيح على الحمار هو وقفة العز والتصميم والإرادة على حياة حرة كريمة. نحن الآن في داخل القدس وهذا دلالة على أن معنويات الفلسطيني أعلى بكثير من هبوط في المعنوية الإسرائيلية، لأننا نعرف ما نريد. نريد حرية، استقلال، دولة، نريد إنهاء الاحتلال، وهم يريدون أن نعيش في الظلام والمستقبل لا يسمح لهم بهذا. حل اللي من انزل أقصى مت ما في حل إلا بأقصانا الغالي. أبو مشعل أبو مشعل فارس زين الرجالي. يا رافع رصنا عالي يا نسر محل أعالي. يا هيك تكون المراجل يا ما تكون المرجى. صرخت بوجه المحتل وهذه الإرادة الفلسطينية تتواصل، وإن شاء الله سنصل إلى دولة مستقلة عاصمتها القدس. وليفهم نتنياهو بأن فلسطين بدون القدس لا قيمة ولا معنى لها. نحن الآن في جنبات بيت المقدس وبثقة عالية أن الأرض عربية وأننا نحن أصحابها، ووطن لا نحرر ولا نحمي لا نستحقه. شكرا جزيلا. مش احنا اللي بننزل، صرخت بوش المحتل. مش احنا اللي بننزل اقصى مت ما في حل الا باقصانا الغالي. ابو مشعل ابو مشعل في داخل القدس، وهذا دلالة على ان معنويات الفلسطيني أعلى بكثير من هبوط في المعنوية الإسرائيلية، لأننا نعرف ما نريد. نريد حرية، استقلال، دولة، نريد إنهاء الاحتلال. لم تجد قوة للرجال. يا رافع رصنا عالم يا نسر محل أعالي. يا هيك تكون المراجل يا ما تكون المرجالي. أبو مشعل أبو مشعل غالي وبتضلك غالي.